إذن احتفاء بيوم شرطة عمان السلطانية الخامس من يناير، يسعدنا أن ينضم لنا هذا الصباح ضيفنا عبر الاتصال الرائد خليفة العميري مدير مجمع البحوث والدراسات في الأكاديمية، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. بداية الرائد خليفة العميري، نبارك لك هذا اليوم وهذا الإنجاز أيضا اللي حققتموه من خلال الأعوام السابقة. صباح الخير رائد. صباح النور لقدي معنا، وصباح الخير لكل المستمعين. والله يبارك فيكم ويبارك في هذا الوطن وأبناء هذا الوطن المعطاء. أهلا وسهلا بك عبر أثير الشبيبة FM في صباح الخامس من يناير، وبلا شك قبل أن نتحدث عن المنجزات الشرطية الكثيرة واللا معدودة اللي تحققت من بداية عام 70، نعرج قليلا إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. نعم لخ بيمانة، بداية في هذا اليوم المبارك وبهذه المناسبة، يسعدنا نحن منتسبي شرطة عمان السلطانية جميعا أن نرفع أسماء آيات الوفاء للمقام السامي حفظه الله ورعاه مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى، بهذه المناسبة السعيدة التي تعتبر يعني مناسبة وطنية بلا شك، يجدد من خلالها منتسبو هذا الجهاز الوفاء والعرفان والولاء لهذا الوطن ولقائده المعطاء. نعم مثل ما تفضلت بالنسبة لأكاديمية سلطان قابوس لعلوم الشرطة، طبعا أكاديمية الشرطة هي الأكاديمية المعنية بتنفيذ سياسة شرطة عمان السلطانية في مجال التدريب. طبعا افتتحت الأكاديمية في عام 1980 وبالتحديد في 5 يناير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم طيب الله ثراه. ومن ذلك الحين أصبح هذا اليوم الخالد يوما تحتفل به شرطة عمان السلطانية كيوم رسمي لجهاز الشرطة تحتفي به كل عام. طبعا ومن ذلك التاريخ مثل ما تفضلتم توالت الإنجازات وتعددت المهام، ويعني أصبحت الأكاديمية في تحديث مستمر نتج عنه كثير من التشعب في هيكلها التنظيمي. ومن هذه الأحداث التي صارت في الأكاديمية وتجرت نقلة نوعية في الأكاديمية وفي مجال التدريب، عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 62 على 2000 بتاريخ 16/7 عام 2000، وبموجب عدل مسمى الأكاديمية من أكاديمية الشرطة إلى أكاديمية سلطان قابوس لعلوم الشرطة ليقترن مسماها بباني هذه النهضة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس. نعم. هذا بالنسبة للأكاديمية، وما زالت الأكاديمية طبعا تشهد العديد من التطورات والعديد من التحديث، سواء في البنية التحتية أو على مستوى الجانب التعليمي والتدريبي، كل الجوانب ذات أهمية. وقيادة الشرطة ماضية في تحديثها ويعني توليها كل اهتمامها لكي يعني ترتقي بهذا الجهاز وتخرج أفراد وضباط أكفاء قادرين على حمل المسؤولية وأداء الأمانة. بلا شك، ونحن نشهد على هذا الرائد خليفة أيضا. رائد يعني سعدنا من خلال هذا اليوم 5 يناير نتكلم وأيضا نعطي تفاصيل عن الإنجازات اللي كانت موجودة عن أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. نعم الأكاديمية طبعا حققت العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. بالنسبة للمستوى المحلي طبعا هي مشاركة دائمة وفاعلة في جميع المناشط والفعاليات المحلية، سواء كانت الفعاليات والمناشط تعليمية أو تدريبية على مستوى الأجهزة الأمنية
والعسكرية في السلطنة. كذلك على المستوى الإقليمي هي مشاركة العديد من اللجان في على مستوى الكليات الخليج في الجانب التدريبي والجانب التعليمي، وحققت يعني جوائز في هذا المجال، وشاركت في مسابقات بحثية خارجية. فالأكاديمية دائما تسعى إلى التميز وإلى الارتقاء، شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة في هذا الوطن العزيز. نعم ممتاز. طيب الرائد خليفة، بما أنك حاليا تشغل منصب مدير مجمع البحوث والدراسات في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نتحدث قليلا عن الأدوار التي تقومون بها في هذا المجمع. نعم طبعا، رؤية أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة التي تم صياغتها مؤخرا ترتكز على جوانب متعددة، ومن ضمن هذه الجوانب جانب البحث العلمي الذي يعد حاليا يعني محرك أساسي لجميع الأنشطة سواء التعليمية أو التدريبية في الأكاديمية. فالأكاديمية تسعى من خلال مجمع البحوث والدراسات إلى إيجاد بيئة بحثية خاصة برجال الشرطة، يستطيع من خلالها رجل الشرطة تنفيذ العديد من البحوث والتوصل إلى العديد من النتائج في هذا المجال. طبعا مجمع البحوث والدراسات أنشئ من عام 2000، نفس يعني في نفس تاريخ تغيير مسمى الأكاديمية أو عندما أصبحت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ويقوم بأدوار متعددة من ضمنها مثل ما ذكرت رفد منتسبي الجهاز بمختلف البحوث والدراسات التي يحتاجها الجهاز في مختلف القطاعات والمجالات، وكذلك توفير الكتب وتوفير المصادر سواء الإلكترونية أو الورقية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأكاديمية في مختلف المجالات سواء التقنية أو المجالات الحاسب الآلي، كذلك لتنمية مهارات منتسبي الأكاديمية وكذلك منتسبي شرطة عمان السلطانية من خلال الدورات التي تنفذها الأكاديمية. نعم جميل، أيضا دمج الجانب العلمي مع الجانب العملي. أيضا الرائد خليفة أيضا سلط الضوء أيضا على رؤية أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، يا ترى ما هي؟ نعم، رؤية الأكاديمية مثل ما أشرت سابقا هي ريادة التعليم والتدريب والتأهيل وكذلك البحث العلمي لرفد جهاز الشرطة ومنتسبيه بالقدرات والمهارات المهنية والعلمية التي ترتقي بالأداء وتحقق أمن وسلامة وخدمة المجتمع، باعتبار أن شرطة عمان السلطانية أساسا ما وجدت إلا لخدمة المجتمع ولرقي به وتقديم الخدمات يعني الأمنية والخدمات التي تكفل حفظ الأمن والنظام في هذا المجتمع العزيز. نعم إذن نشكرك على هذه المساحة رائد خليفة في هذا اليوم 5 يناير. الله يحفظ عمان الغالية وقائدها وشعبها، ويحفظكم أيضا ويديمكم ودائما رايتكم بيضة. فنطلب منك توجه رسالة لكل من يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظة. عموما في نهاية هذا اللقاء يسعدني أن أتوجه إليكم بالشكر والتقدير، فأنتم يعني كذلك جنود من خلف يعني المايكات تقدمون رسالتكم في هذا الجانب، وأنتم داعمين دائما لشرطة عمان السلطانية في مختلف القطاعات. عموما شرطة عمان السلطانية وأبناء شرطة عمان السلطانية ماضون إن شاء الله ومعاهدين هذا الوطن وجلال السلطان إن شاء الله بالسير تحت قيادتي بعزيمة وإرادة صلبة وهمة وقادة إن شاء الله، لتصبح عمان إن شاء الله في المستوى الذي يطمح إليه جميع أفراد المجتمع إن شاء الله، مواصلين الهمة بنفس يعني النشاط والحماس
الذي عهدتموه من رجال شرطة عمان السلطانية. بإذن الله تعالى نبارك لك مجددا الرائد خليفة العميري هذا اليوم 5 يناير، وشكرا لك على هذه المساحة. شكرا شكرا لك.